أخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزي الأمة الإسلامية بشهادة بطلة العالم، بطلة الأمة الإسلامية، بطلة كربلاء زينب عليها السلام، زينب بنت أمير المؤمنين. هذه المرأة الشامخة، هذا العطاء الوافر، هذا الكثير الكثير الذي لم يستطع حتى أن يتمثل به أبسط الرجال. فسلام لزينب عليها السلام يوم طلعت الشمس، وسلام عليها يوم استشهدت ويوم تبعث حية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا يوم زينب عليه السلام، ولذلك يوم زينب يعني يوم الرسالة الإسلامية الحية الصامدة، يوم الرسالة الواعية، يوم الإسلام المتحرك، يوم الإسلام الذي هو قول وفعل وتقرير وحركة وسكنة، كل شيء. هذا هو الإسلام الذي أبرزته زينب عليها السلام وهي في تلك المحنة، حينما كان الناس يعيشون تحت ظل الرسالة الإسلامية. كان الرجل له قيمة وكانت المرأة لها قيمة، كل منهما له شأن جدا عظيم. لماذا؟ لأنهم تمثلوا لرسالة الله سبحانه وتعالى، لرسالة السماء، وتركوا الرسائل الوضعية التي يبحث ويلهث وراءها الآخرون. لكن حينما بدأ ينحسر الإيمان والرسالة الإسلامية بدأت تنحسر، وأخذ الناس يتنازلون عن مبادئهم، عن مبادئهم للأسف الشديد، في ذلك الوقت سيطرت المحنة على الإنسان، لأنه ابتعد عن الله سبحانه وتعالى وتخلى عن أهدافه وعن مبادئه السامية. لذلك أخذ الناس يصفق للمادة، وقد تكون المادة كرسي من الحكم، قد تكون المادة فد وجاهة معينة، قد تكون المادة وجاهة اجتماعية، سلطة، أخذ الناس يصفق لها. لكن حينما نسير إلى زمن زينب عليها السلام ونود أن نسحبه إلى واقعنا اليوم، نجد زينب عليها السلام وقفت أمام الحق، امرأة وحيدة، امرأة مفجوعة، امرأة ظلمت من قبل الكل، امرأة فقدت كل الأعزة لها، امرأة مسبية، امرأة تقف تقارع الظلم. كيف يستطيع الإنسان أن يكون هكذا؟ يفقد الأحبة، يفقد الأخوة، يفقد الأبناء، يفقد كل شيء. لكن ماذا يبقى له؟ يبقى له الله سبحانه وتعالى، لأنها كانت مع الله سبحانه وتعالى. زينب كانت تلك المرأة الرسالية، لذلك استطاعت أن تصمد. هذا الإيمان، هذا الشموخ، استطاع أن يجعل الحاكم الظالم صغيراً أمامها. لذلك زينب الإيمان استطاعت أن تقف أمام جهل الناس. الناس يتباكون على أهل البيت وهم ذبحوهم. حينما سكتوا عن الحق معناها أنه ذبحوهم. وهكذا إحنا دائما حينما نتكلم نلقي الزمن على واقعنا، التاريخ على واقعنا. قد نبكي نحن أيضا اليوم، قد نبكي على الحسين عليه السلام، قد ننتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكن هل هذا البكاء قد وجهناه توجيها صحيحا لكي يكون بناء في داخلنا، بناء إيجابيا، حينما يظهر الإمام نستطيع أن نصمد ونكون من جهود الإمام؟ هذا سؤال يجب أن نسأله لأنفسنا دائما.
لذلك زينب عليه السلام استطاعت أن تقف أيضا أمام الحاكم الظالم بكل هيمنته، وهي تقول: فكت كيدك واسع سعيك فوالله لا تمحو ذكرنا، لا تمحو الحق، لا تمحو ذكر الحق مهما كان، مهما وقف الإنسان وحيدا. لذلك أخوتي الكرام، علينا أن لا نقف أمام الظلم ونحن صامتين. نحن علينا أن نستفيد أيام المحن كيف نستطيع أن نعكس المعادلة ونجعل في هذه المحنة، نخرج من هذه المحنة ونحن واقفين أمام الله سبحانه وتعالى مبيضي الوجه. أحياناً تأتينا المحنة في صديق يمكن نمتحن به، أحياناً في منصب، أحياناً في ابن، أحياناً، لكن ماذا نستطيع، كيف نستطيع أن نغير هذه المحنة لوجه الله سبحانه وتعالى كي لا نحيد. بهذه المناسبة أعتذر للإطالة في هذه المناسبة وهذا اليوم الذي نقيم فيه استشهاد زينب عليها السلام في ندوة عن دور المرأة الرسالية في المحنة. نستضيف أختين الكريمتين، الأخت زينب مفتاح من البحرين والأخت أفراح الموسوي من العراق، فلتتفضلا مشكورتين مصحوبتين بالصلاة على محمد وآل محمد. نبتدئ مع الأستاذة زينب مفتاح، وهي باحثة اجتماعية باحثة قانونية وكذلك اجتماعية، تجعلنا نعيش مع زينب عليه السلام في هذا اليوم، نرتشف من عطر زينب كي لا نخرج من هذا الباب إلا ونحن آخذين منها شيئا نجعله نموذجا في حياتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلوا على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر مؤسسة الأبرار على هذا اللقاء النسوي الذي يعزي فيه صاحب العصر والزمان وأئمتنا جميعا، ونعزيكم في مصاب سيدتنا ومولاتنا السيدة زينب الكبرى عليها السلام، ونشكر أم نور الدين على استضافتها لنا في هذا البرنامج. السيدة زينب كلنا نعرفها، اسمحوا لي يعني بتكلم بالعامية وبتكلم بالفصحى. السيدة زينب عليها السلام نعرفها ابنة أمير المؤمنين، ابنة الزهراء سلام الله عليها، جدها رسول الله صلى الله عليه وآله. نشأت وتربت في بيت الرسالة في أحضان ملها الدف والرائحة العطرة، تنشر العلم، الفصاحة، الشجاعة. تربت في بيت لطالما نزل فيه الوحي، وحي الله متوسلا لله بالهبوط، طبعا الوحي هو جبرائيل عليه السلام يحمل وحيه تعالى إلى نبيه الكريم على مرأة ومسمع من أهل ذلك البيت، أي أن الإمام علي وأهل بيته يسمعون كلام جبرائيل، وما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله يقول الإمام علي: يا علي إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع، إلا أنك ليس بنبي.
وليس لأحد يستطيع المزايدة على السيدة زينب في شرفها، في عفتها، في مقامها. السيدة زينب مثل ما نعرف انولدت في جمادة وتوفت في رجب، 15 رجب. طبعا إذا هذه البنت من هذه السلالة شلون تربت؟ تربت على إيد أمها الزهراء، فاطمة الزهراء بنت رسول الله، في أحضان رسول الله، عاشت مع الرسول 5 سنوات، لكن هذه 5 سنوات استسقت الكثير والكثير من العلم على يد جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، صقلت شخصيتها. صحيح 5 سنوات، لكن 5 سنوات من عمر أهل البيت فهي كثيرة. عاشت عيشة هنية في أيام الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن بعد وفاة الرسول والمحن تواكبت عليها من جميع الأنحاء. عاشت العائلة في عدم استقرار، هجم على بيت الإمام، أحرق بيته، أسقطت جنين أمها يعني أخوها المحسن، ورأت ما رأت وهي صغيرة، انقلاب المسلمين على الإمام علي شاهدته، التربية الحقة من السيدة الزهراء ليس فقط النظرية ولكن عملية. واحدة من هذه التربية العملية التي قامت بها أن أخذت الزهراء فاطمة الزهراء أخذت الحسن والحسين وابنتها السيدة زينب عندما ذهبت مسجد الرسول وواجهت الظل وواجهت الحاكم مثل ما نقول في أيامنا هذه. أيضا شافت الحصار السياسي عندما انقلبوا المسلمين على الإمام علي ونقضوا الولاية، شاهدت الحصار الاقتصادي بمنعهم إرث السيدة فاطمة الزهراء من أخذها، أيضا حصار اجتماعي لأن بعض المسلمين وقفوا مع الحاكم ومع الظلم الذي تعرضت له الزهراء وعائلتها. أيضا بعض المسلمين وقفوا الموقف يعني المتفرج، إلا طبعا بعض المسلمين اللي المؤمنين الحق اللي وقفوا مع السيدة الزهراء، وهذا كله شافته بمرأة عينها. السيدة طبعا أنا قاعدة أتكلم باختصار علشان لأن أعطيني بس وقت محدد. وقفت السيدة زينب مع أخوتها مع أبوها بعد رحيل السيدة الزهراء، وهذه المحنة الثانية أو المصيبة الثانية بعد رحيل أبو جدها، ارتحلت أمها بعد 75 يوم أو أكثر أو أقل. حرصت السيدة زينب أن تكون مع دائما تكون بجانب والدها كما أمها الزهراء، فهي زينة لأبيها. وبعد استشهاده كانت راعية إلى أخوانها وأخواتها من أبوها وأخواتها. طبعا في هذه الفترة كلها هل فقط تكون أم أو أخت
فقط بالاسم؟ لا، كان لها دور أكبر، كانت تقوم بالمجالس لتوعية الناس، كانت تقوم بتفسير القرآن، كانت يعني لها دور كبير جدا، ما كانت فقط إنها قاعدة في البيت وتطبخ وتاكل وتربي الأطفال، لا، كان لها دور آخر في المجتمع. ذكر أهل السير أن العقيلة زينب عليه السلام كان لها مجلس خاص لتفسير القرآن الكريم تحضره النساء، فقد نزل القرآن طبعا في بيتها، فهي تعرف القرآن، فهي عالمة بالقرآن، وطبعا أهل البيت أدرى بالذي فيه. يعني إذا كانت السيدة زينب ينزل في بيتها القرآن، فهي تعلم بالقرآن وبتفسيره، وتعلمت من علومهم وتحظى بهذه المنزلة السامية والمرتبة الرفيعة. السيد نور الله الجزائري في كتابه الخصائص الزينبية أن السيدة زينب عليه السلام كان لها مجالس في بيتها حتى في الكوفة، ليس فقط في المدينة ولكن أيضا في الكوفة أيام خلافة أبيها أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت تفسر القرآن للنساء. هذه أيام أبوها بعد استشهاده أيضا مع أخوها الإمام الحسن عليه السلام، وانتقلت وياه من الكوفة إلى المدينة. طبعا السيدة زينب ذهبت مع إمام زمانها وهو الإمام الحسين. بعد استشهاد الإمام الحسن أصبح الإمام الحسين هو الإمام المفترض الطاعة. فكانت السيدة زينب طبعا ما راحت بدون إذن زوجها، لا طبعا أخذت إذن زوجها، وأخذت وياها أطفالها. السيدة زينب كانت واحدة من أهم القيادات في ثورة الإمام الحسين، التنظيم، الحالة الاجتماعية والأسرية. طبعا الرحل كبير يحتاج إلى منظم، ليس فقط الرجال ولكن من النساء لابد أنها تحتاج إلى، هناك من قيادات النسائية تحتاج إلى تنظيم أيضا. كانت تلهب حماس المجاهدين أو المقاتلين أو عشيرتها، تشد من أزرهم، تشد من أزر القائد الجيش وهو الإمام الحسين وأركان حربه أبا الفضل العباس. وصارت معركة كربلاء. الإعداد اللي أعدته السيدة الزهراء والتي أعدها الإمام علي لهذه المعركة، معركة الحق، المعركة الفاصلة بين الحق والباطل. تحملت السيدة زينب الجهد والمشقة، الضغط النفسي، شاهدت بعينها جثث القتلى، أخوانها، أبنائها، عشيرتها، الأنصار، شافتهم مطرحين، أصبحت فقط هي مع أطفال وأرامل وفقط الإمام زين العابدين. لو واحدة عادية ايش بيصير فيها؟ بتلطم وبتصيدها كآبة يصيدها حالة من الحزن الشديد ومرض، لكن الإعداد المسبق،
اللي أعدوه عائلة السيدة زينب، جدها، أبوها، أمها، إخوتها، هذا كل هذا الإعداد جعلها تكون إرادتها قوية جدا، تستطيع أنها تحمل الأمانة وهي إمامة زين العابدين، تحمل تحافظ على هؤلاء النسوة والأطفال. طبعا إذا احنا بناخذ معركة كربلاء من الناحية العسكرية بنقول الإمام الحسين انهزم، لأن الكل يعني كلهم تقتلوا وأخذوهم سبايا، لكن على الصعيد الإرادي نشوف الزينب قلبت المعركة من انهزام ومن يعني ان ما اليهم دور، ان الى حد الان العالم كله يصرخ يا لثغرات الحسين. لهذا اعدت زينب. ليش؟ نشوف اولا طبعا ما انهزمت ارادتها، انتفضت، سارت على خطى امها الزهراء فاطمه الزهراء سلام الله عليها. فاطمه الزهراء اخذت اطفالها وودتهم امام الحاكم وخطبت خطبتها الشهيره والكل يعرفها ما يحتاج نرددها. زين، وش سوت السيده زينب؟ لمت الاطفال، احرقوا الخيام، شو تسوي؟ لمت الاطفال، هدأتهم لانهم كانوا مرتاعين، هدأتهم، عيشتهم في حاله من السكينه والهدوء، لان كانوا خايفين اطفال ونساء وحرق وقتل. ليش؟ هذا معناته ان داخلها اطمئنان نفسي واطمئنان ان الله سبحانه وتعالى راح ينصرهم، النصر العزيز، وان شاء الله راح الله ينصرنا على الظلام. فهي تمنح السكينه، منحت الاطفال السكينه لان داخلها في سكون، وفاقد الشيء لا يعطي، اذا هي ما عندها سكينه فما بتقدر تعطي الاخرين. اتجهت إلى مشهد روحي في العرفان، إلى جسد أخيها أبا الفضل، جسد أخيها الحسين عليه السلام. طبعا مجرح ومقتل ومضروب، وحتى راسه حز، يعني هذه الحركة اللي قامت بها السيدة زينب وترفعه وتقول اللهم تقبل منا هذا القربان، ما في احد يقدر يسويه. اي انسان عادي ما حد يقدر يسويه، حتى رجل، ولا يقول انا بعشرة رجال، ما حد يقدر يسويه. طبعا حتى العبادة ما نستها. ليلة العاشر وليلة يعني الكل في هرج ومرج، وان باكر يصير في المعركة الحاسمة، ولكن هي ما نست عبادتها، وحتى ليلة 11 ما نست عبادتها، ولكن يعني من كثرة الهموم ما قدرت توقف تصلي النوافل. يقول علي بن الحسين عليه السلام: ما تركت عمتي تهجدها لله تعالى طوال دهرها حتى ليلة 11 من المحرم. وطبعا نقلت عنها ابنة أخيها فاطمة: وأما عمتي زينب فإنها لم تزل قائمة في تلك الليلة في محرابها تستغيث إلى ربها، فما سكنت لها عين ولا هدأت لها رنة. طبعا الإنسان المؤمن المنكوب طبعا ما يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ما عنده غير رب العالمين.
وبعدها أصبحت سبية السيدة زينب. شوف السيدة زينب ما كانت تشوفها رجال، كانت عالمة، كانت تفسر القرآن، كانت ابنة الإمام علي، لكن وقعت سبية، لو واحدة عادية، لو واحدة من الملوك مثلا أو هاي وقعت سبية يمكن تموت، يمكن تنتحر، لكن أصبحت هي الصوت الهادر المزلزل الذي استطاع أن يستثمر الدماء التي سالت على رمال كربلاء وحولتها إلى بركان، زلزل عروش الطغاة. هذا وين شفناه؟ شفناه في خطبتها في الكوفة، عندما عرت أهل الكوفة وعرت ابن زياد، عرفت منه وش نسبه ومنه، وعرت أهل الكوفة اللي تخلوا عن إمام زمانهم وتخلوا عن نصرة الإمام الحسين، وطبعا فرقت بين طريق الحق اللي هو الإمام الحسين وبين طريق الباطل اللي هو طريق ابن زياد عليه لعائن الله. الموقف الأكبر اللي هد عروش طغاة بني أمية وهد أركان عليه لعائن الله يزيد، فكان في خطبتها عندما واجهت يزيد وخطبت في أمام مجلسه في خطبتها الشهيرة. يعني نخلص من هذا الحكي كله، نشوف انها تحملت المسؤولية، تحملت يعني رغم صغر سنها لكنها تحملت مسؤولية. كانت عمرها 5 سنوات، توفى جدها عمرها 5 سنوات، 75 يوم توفت امها. وش معناته؟ معناته انها يعني صغيرة لكن تحملت مسؤولية الأخوة ومسؤولية الأب، فكانت الملاذ إلى أبوها، إلى أبوها وإلى أخواتها. رغم إنها تزوجت وكونت أسرة، في بعض النساء من تتزوج خلاص تنسى أهلها أو يعني حتى لو راحت سلمت عليهم سوت لها عائلة خلاص، لكن السيدة زينب رغم أنها سوت عائلة واستقلت بحياتها إلا أنها ما زالت علاقتها بأبوها وأخوانها ارتباط كبير جدا، ما تخلت عنهم ولا لحظة، ولا هم تخلوا عنها لحظة واحدة. حياة السيدة زينب اللي إذا تعمقنا فيها أكثر وأكثر بنشوفها مدرسة، مدرسة بكل مقياسها، من الناحية العلمية، من الناحية الاجتماعية، لكن للأسف للأسف ما عندنا الكثير عن حياتها اللي نقدر يعني إحنا كإنسان يعني ناخذ منها الأكثر وأكثر. الأخلاق، الجهاد، النشاط الإسلامي، النشاط العلمي، هناك أحاديث وأكيد يعني في حياتها ما يعني مو قليلة، لكن للأسف ما عندنا المصادر اللي يقول لنا وش كانت السيدة زينب. أيضا السيدة الزهراء، السيدة الزهراء لها دور كبير، وين دورها؟ إحنا شيعتها نساء ورجال نحتاج ان احنا نبحث اكثر واكثر علشان تكون صحيح احنا ناخذها قدوه الينا، لكن نحتاج انها نعرف اكثر فيها في حياتها. نشوف
أنا باي فقط وش يعني عن بلدي البحرين. إحنا في البحرين دائما يعني من صغرنا نتعلم القرآن ونتعلم سيرة أهل البيت، لكن في الآونة الأخيرة وخاصة بعد 2011 وثورة 14 فبراير اللي لفت نظري إن تربية البحارنا إلى بناتهم إن الدور اللي قامت به المرأة البحرينية كبير جدا. يعني أني أتأسف إن أني هني ما أقدر أروح بلدي علشان أشارك خواتي هناك، نشوف الشاعرة، نشوف المعلمة، نشوف الطبيبة. الشاعرة وقفت وقالت كلمة حق، نشوف التعاون والتكافل الاجتماعي بين الناس، نشوف السيرة اللي يمشون عليها. إن شاء الله بس دقيقتين. نور الدين تخبرني إن باقي انتهى الوقت، بس أنا باخذ من عندها دقيقتين، عندي وقت. خليتي تروح الأفكار من مخي. أي طبعاً نشوف التكافل الاجتماعي بين النساء. هذا وش استسقاه من من؟ من السيدة الزهراء ومن السيدة زينب. هذا وش معناته؟ إن الموادم البحرانية، إنزين، المواطن اللي تقام ما فقط تقوم على اللطم والصياح فقط، لا، تقوم على تربية المرأة، تربية المرأة منذ طفولتها إلى لين ما تكبر. شفنا المدرسات شلون تعذبوا، الطبيبات التعذيب اللي لاقوه وما زالوا لاقونه في سجون آل خليفة مو قليل. يعني أنا أتمنى بس أنني أكون وياهم، وإن شاء الله نكون من السائرات والسائرين على درب أهل البيت وولاية محمد وآل محمد. تقريبا ثلاث دقائق بعد يوصل نص ساعه. كل الشكر الجزيل لكل زينب. اتمنى انه يكون الوقت طويل، لكن لانه محورين وعندنا بعدين مناقشه. ننتقل للاخت افراح الموسوي حتى تتحدث لنا عن رساله المراه وهي في محنتها، كيف تواجه هذه المرأة الرسالية المحنة في الوقت الحاضر. نحن كما نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان سماه الخليفة، والخليفة يعني مهامها للرجل وللمرأة، وبين لهم العدو وبين لهم هناك محن كثيرة. إذن كيف يواجه الإنسان هذه المحن؟ كيف يبني نفسه ليصل إلى مرتبة الخلافة ويواجه المحنة؟ شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة هو الموضوع متشعب وموضوع طويل، كدور المرأة في الوقت المحن. بصراحة باختصار إنه المرأة العربية والمرأة بصورة عامة شاركت الرجل ووقفت معه جنبا إلى جنب في تحمل كل المسؤوليات، وشاركت أيضا في جميع الأدوار. مثلا إحنا عندنا بالتاريخ وبالقرآن وقرينا، أنا ما راح أتطرق للي طرقت له زينب من الجانب الإسلامي ورسالة السيدة الزهراء عليها السلام ورسالة السيدة زينب العقيلة.
راح نتحدث بالدور المرأة بزمن المحن والنزاعات اللي تصير بمجتمعنا الحالي والتاريخ الحاضر اللي احنا شاهدنا وعشناه. أنا بس حبيت أعطي مثال إنه المرأة ممكن تشارك وممكن يكون لها دور فعال. وأول امرأة بالتاريخ أو بالقرآن ذكرها القرآن الكريم هي بلقيس، كانت ملكة سبأ وكان دورها فعال وقدرت تبني يعني مملكة مؤسسات وقدرت تكون لها دور كبير في بناء الدولة. الحقيقة المرأة في زمن الصراعات والنزاعات والحروب والإرهاب عانت ما عانت الكثير، شاركت الرجل بمواقف كثيرة. التاريخ الحديث وإحنا بالنسبة إن أنا راح أتحدث عن تجربتي بالعراق لأن أنا يعني ما عرفت ما تركت البلد، فعشت حالة الحرب والدمار والقهر وشون المرأة وقفت وقفة صامدة وصابرة وفعلا كانت رفعت راس للكل. يعني حتى كان لها دور، يعني حتى المجتمع في بعض الأحيان انجبرت المرأة تقوم بأعمال هي ما متعودين احنا لا عادات ولا تقاليد ولا حتى انه هي كدور امرأة انه هي مؤهلة لهذا الشيء، بس الظروف والحرمان والفقر جبرها انه تقوم بهيجي اعمال حتى تواصل عن مسيرتها، لان كانت هي الحقيقة امام خيارين، يا اما انه تعيش الفقر وحالة الحرمان وتربي ايتام وتنتظر اي واحد يدق الباب يعطيها القليل، او تقوم تنهض هي على حالها وتاخذ من السيدة الزهراء والسيدة زينب عليهم السلام القدوة وتقوم تنهض حتى هي تربي الجيل وتحافظ على 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 الأسرة وعلى تماسك الأسرة. الحقيقة دور المؤسسات بالعراق كان دور خجول، دور الحكومة كان دور خجول، حاولوا يعني يساعدون النساء على قدر ما يقدرون، بس إذا حضراتكم أكيد حضراتكم تعرفون اللي صار بالعراق مهين، فكان دور المرأة إنه هي شلون تقدر تحمي نفسها وتحمي الأسرة، ما تقدر تعتمد على الحكومة. دور الحكومة صح إنه أنطت أشياء بسيطة، بس ما كانت دي الإمكانية اللي تقدر تعيشها عيشة كريمة. وحتى بالنسبة لل يعني حضراتكم أكيد أكثر مني خبرة واطلاع إنه للأسف الشديد يعني عندنا فساد مو طبيعي بالوزارات وبالحكومة، وهذا ما يخفي على أحد. ما نريد إحنا نجمل الحقيقة ونقول إحنا عايشين بمجتمع مثالي، بالعكس للأسف الشديد. لذلك دور المؤسسات ودور الحكومة كان دور خجول، دور فقير فعلا باتجاه المرأة تحديدا واتجاه مساندتها ومؤازرتها لتحدي هذه المحن والمصاعب. أنا حقيقة عندي رسائل من الواقع لأن أنا مشتغلة بمنظمات مجتمع مدني وإعلامية بالعراق، فرح أنطي قصتين هي أنا أعتبرها طبعا من ملايين القصص اللي موجودة، قصص من الواقع الحقيقي. انه احنا التقينا في امراه كانت ام لخمسه اطفال، زوجها استشهد بانفجار سياره مفخخه. فالاهل اكيد يعني الاهل ايش قد يريدون يساعدون يساعدون. الوضع بالعراق اذا كان رجل او امراه الكل تعاني والعائلات كلها في يا دوب يقدرون يوفرون لعوائلهم. المراه شافت نفسها انه هي في حال يا اما تقعد بالبيت وما تقدر تسوي شيء، يا اما تنهض هي تروح تشتغل. اللي صار أنا ليش قلت هذه القصة؟ لأنه العمل اللي قامت به مو عمل تقليدي، مو خياطة ولا مدرسة ولا معلمة، أخذت مهنة سائق إنه هي قدروا أحد يعني ساعدوها قدروا يحصلوا لها اللي هنا يسموه إحنا بالعراق نسميه نفرات أو كية إذا حضراتكم على اطلاع به، فهي مجرد إنه نفرات من منطقة معينة لمنطقة معينة. المرأة هذه أخذت التحدي وقالت انه اني يعني خلت في بالها انه راح تواجه صعوبات، وخلت في بالها انه راح تشوف انه كثير مضايقات من الاهل من الاقارب من المجتمع نفسه، وما كان عندها غير خيار يعني اضطرت الى هذا العمل. والحمد لله ورا فتره طبعا بالبدايه عانت كثيرا، شافت مضايقات، شافت الناس انه ما تقبلوا هذا الشيء، لانه مثل ما قلت لحضراتكم احيانا الصراعات والنزاعات والارهاب والقسوه تفرض علينا اشياء حتى احنا نفسنا كبشر او كمجتمع او كتقاليد ما نتقبلها، بس هي تكون وليده الحاجه، وليده اللحظه، وليده الظروف. المراه اشتغلت سائق كيه،
اشتغلت نفرات، والحمد لله وشكر، وشوية شوية قدرت تثبت بأخلاقها وبالتزامها الديني وبأخلاقها العالية وبنيتها الصافية، وأكيد بالأول توفيق من رب العالمين إنه تقدر تلقى لها مجال صغير وسط هذه ما نسميها غابة، وإنما نسميها المجتمع الغريب اللي هي كانت غريبة عليه. والحمد لله بعد فترة من الناس شافوها، وأيضاً الناس اللي موجودين بالجراج بدأوا هم يساعدوها، بدأوا ينطوها مجال، بدأوا ينطوها، وهذه الحالة أنا عشتها وفيها تقارير بالعراق ومسوين إحنا تقارير ومصوريها. والحمد لله بنات اثنين حالياً عندها بالكلية، وأولادها عندها ولد ابن صغير، هي يمكن 3 بنات وولد 2 حالياً كملوا ويكملون مدارس، ولحد الآن هي اللي تشتغل سايقة. القصة الثانية امرأة أيضاً، يعني للأسف يعني القصص اللي أنا جايبتها هم كلهم راحوا استشهدوا ضحايا إرهاب ومفخخات وإجرام. القصة الثانية هي قصة امرأة أيضاً كان عندها 3 أطفال، امرأة بأواخر العشرينات بداية الثلاثينات، امرأة ما متعلمة. للأسف إحنا حضراتكم على اطلاع من الـ80 وإحنا نعاني من حروب وقهر وجهل ويعني مأساة حقيقية فعلاً. فامرأة شابة ما عندها للأسف ما مكملة تعليم، الشيء اللي صار إنه نصحوها الناس روحي نظفي بالبيوت، مشان عندها الاختيار آخر. للأسف تعرضت من قبل أبو البيت، حاول يتعرض لها هو وابنه، فتركت العمل، وجارها يشتغل في، إذا حضراتكم تعرفون، علوة مال خضار. قالها تعالي يعني صبح، احنا وقت الصبح الفجر نشتري خضار بسعر مناسب بالجمله وانت بيعي. ما عندها ايضا يعني اختيار اخر، اشترى لها هو شويه خضار، طماطم وخيار واشياء، وقعدوها همين بالسوق. والحمد لله والشكر، هو اكيد اولا واخيرا عني والتوفيق من رب العالمين. بدت هي تشتغل، والحمد لله والشكر ايضا هسه ما شاء الله ولدها بالمدارس، وأصرت، سويت لقاء وياها، أصرت قالت أني انحرمت من الدراسة لأنه همين والدها مستشهد بالـ80 بحرب العراقية الإيرانية، فأهلها قعدوها من المدرسة. قالت أني ما راح أغلط غلطة أهلي، لو أعرف كل شيء أسوي بس حتى أخلي ذول الأطفال 3 يكملون تعليمهم ويأخذون شهاداتهم، لأنه السلاح بالعلم. وفعلا يعني الناس فخورين بيها واحنا فخورين بيها، والبرنامج انعرض باكثر من محطه فضائيه. اذا نحكي على التقارير الدوليه وموقف الامم المتحده والمنظمات الدوليه، ايضا هم يجون ويسوون تقارير. حاليا التقرير الاخير اللي وصلوا له عندنا اكثر بالعراق، تحديدا بالعراق، اكثر من مليونين ارمله، 50% او تقريبا 54% من عندهم ازواجهم استشهدوا يا اما بالتفجيرات، عمل ارهابي، قتل بسبب او بدون سبب. فهذول يعني القسم، البعض من عندهم شهادات وواصلوا طريقهم، والبعض اللي دا يشتغلون بمهن اخرى، والبعض الاخر اللي ما عندهم، يعني اللي اسفه اني بالكلمه، مسيطرين بعدهم الجهل للأسف من أبوها أو من أخوها، أو عندها خوف متقوقعة داخل المجتمع، حاطة فد صورة أو فد سجن حابسة نفسها بيه. فهذه الفئة تعاني حقيقة معاناة مو طبيعية. حتى تروح تسجل عندنا بالوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ينطوها 100,000، 100,000 دينار عراقي ما تكفي، يمكن ما تكفي أسبوع أو أسبوعين، ما اعرف ايش قد يصير بالباون، بس هي يمكن 80، نعم تقريبا 100 دولار اقل، 80 دولار. فاللي صار من ضمن هذه الفئه اللي ايضا وضحتها التقارير، هذه الفئه ما خلت اولادها بالمدارس لانه ما عندها، يعني هي 100,000 واللي اخ ينطي والاخت تنطي. فهذه الفئه اللي احنا مركزين عليها حاليا، هذه منعوا اطفالهم من يعني من دخول المدارس. فهذه الحقيقه كارثه. يعني احنا اذا ما نقدر نواصل بالتعليم وبالالتزام، ما يعني انا التقيت ويا
بعض من النساء تقول لي أنا ما أقدر يعني تنطي باكيت كلينس عندنا بالعراق، يعني يصير قطع، القطعة تنباع ب 250 أو 500، فتقول لي أنا ما أقدر يعني هذا اللي يجي لي 2003 نشتري صمون نشتري أي شيء حتى نعيش، ما أقدر أوديه للمدرسة. للأسف أنا أرجع وأقول دور الحكومة، متأسفة أنا وأحكيها بقهر، يعني موقف الحكومة موقف ضعيف. من رحنا التقينا المسؤولين قالوا لنا والله احنا شو نسوي، عندنا اهم، عندنا مواضيع اهم، لانه عندنا الارهاب مثل ما حضراتكم تقولوا، عندنا هسه يعني يوميا احنا بالعراق عندنا شيء جديد، هسه عندنا داعش وما نعرف الله اعلم يعني ورا داعش ايش عندنا. فللاسف يعني نحاول احنا ويا المنظمات نشتغل، وبدينا الحقيقه نشتغل على زياده الوعي، زياده دور المراه بالمجتمع، والحمد لله وشكر وصلنا انه احنا بدينا نسوي تدريبات، بدينا نسوي ورش عمل، وبدينا نثقف المراه في سبيل انه هي شلون تقدر تحمي نفسها، شلون تقدر تبني الاسره. لانه صراحه اذا المراه راحت الاسره كلها تروح، وبالنتيجه راح يطلع عندنا جيل ما يعني ما راح يعرفون كل شيء، راح يلتهون بالاشياء السلبيه، راح يكونون بالجهل، واكيد هم راح يكونون فد لبنه ضعيفة يستهدفوها الإرهاب ويستهدفوهم الجهات الأخرى. مثل ما قلت إنه التغيير اللي صار عندنا بالعراق صار غريب، بس الحمد لله وشكر أنا عندي يمكن 100 أو أكثر من 100 قصة نجاح. بس اللي صار إنه التمسك بأهل البيت عليهم السلام، التمسك بالدين، التمسك بالأخلاق، ما منع إنه المرأة توقف وتنتصر لنفسها أولاً وللمجتمع ثانياً. عندنا قصص نجاح كثيره جدا انه المراه فعلا قدرت تواكب وقدرت تصمد وقدرت توقف بوجه، مو بس يعني حتى هي انا اعرف قصه انه وقفت بوجه عم الاولاد همينه منعها من الشغل، قالت لها امي لي حياه، قالها ما اقدر بس ما تشتغلين، قالت لها ما عندي غير حل غير اشتغل. وفعلا يعني هو عفوا مو تحدي او مو قله ادب من عندها، وانما كان لازم توقف حتى تربي هذه الاولاد اللي عندها، وبالنتيجه تربي جيل صالح، لان فعلا هي الام اساس كل شيء. احنا بالعراق عندنا الام او عندنا دور المراه مو يقتصر على بس البيت، هسه احنا عندنا تحديات كثيره. اذا نحكي على 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 المراه المثقفه اللي بالعراق وشلون تواجه المحن، احنا عندنا نساء طبيبات، مهندسات، دكاتره، قصدي دكاترة بالاقتصاد ودكتورات بالسياسة ودكتورات بالشيء، تهددوا وقسم من عندهم انقتلوا وقسم من عندهم حتى تهجروا. بس بالنتيجة حاليا عندنا بالعراق احنا وقفة، صار عندنا احنا كشعب عندنا الحكومة، خليناهم هم في وادي واحنا كشعب صرنا احنا في وادي، فنهضنا احنا بنفسنا. صح بإمكانيات قليلة، صح بتحدي كبير، صح يعني انتم هنا يمكن اللي عايش برا انا اقول لهم ما يحس المعاناه بالكهرباء، مثلا كهرباء واحنا درجه الحراره بالصيف مرات توصل او تتجاوز ال 50، ما يحسون انه يقول يعني شنو تنطفي الكهرباء؟ يعني انا اخوي عايش برا من اقول له تنطفي الكهرباء يقول يعني شنو تنطفي الكهرباء؟ يعني اللي عايش بالواقع ما يحس بالمعاناه الحقيقيه. بس فعلا هذه من ابسط الامور، بس واجهناها الحمد لله، وقدرنا قدرت النساء يواجهون المحن، وقدروا الحمد لله والشكر بفضل من رب العالمين انطانا قوه مو طبيعيه حتى اللي نكون كاسر متماسكه. والحمد لله لحد الان النسيج الاجتماعي العراقي موجود، الدين والقيم والتقاليد موجوده، بس بدها تظهر عندنا مفردات، بدها تظهر عندنا اشياء وليده اللحظه، بدها تجبرنا على انه نقوم باعمال شاقه. أنا حتى مرة رحت للجنوب تحديدا بمنطقة اسمها المشخار، أكيد حضراتكم سامعين بيها. وصلنا إنه إحنا نجي يعني طلعنا وجه الصبح الساعة 5 صباحا، الساعة 6 هسه والشمس بدها تشرق. فلفت انتباهي إنه كل النساء بالحقل بالمزرعة هم اللي كان وقت الشلب. فكلهم هم النساء بيشتغلون، فأنا يعني ضحكت قلت لهم للناس اللي وياي قلت لهم وين الرجال؟ اشو النساء كلهم هم اللي يجمعون ويسوون. قالوا لي الرجال بس يجيبون وقت الحصاد، يجيبون الحاصدات هاي الكبيره الالات المكائن وهم يحصدون، بس اكو شغلات تطلع بين العشب كلش صغيره هاي ما حد يقدر يشيلها لانه المره صبرها اكثر،
فهي خطية تشوف محنية على الأرض وهاي العشبة صغيرة وحدة وحدة تتشلع. فحتى قلت يعني من الساعة 5 الصبح وتروح تكمل واجباتها الأسرية. فالحمد لله إنه الصمود موجود والإيمان برب العالمين موجود والإصرار موجود. وأني ما أعرف، أنا كلش عندي إيمان وثقة برب العالمين أولاً وبالمرأة العراقية. الحمد لله إنه قدرنا نوقف، وقلت لكم هذه قصتي من يمكن ملايين القصص، أو يمكن حضراتكم أكيد عندكم اطلاع أكثر مني. اللي أريد أقوله يعني كملخص للشيء، إحنا إذا بدون معرفة وبدون علم، سواء مرأة أو رجل، ما نقدر نبني مجتمع ناهض، ما نقدر نبني مجتمع متحضر. أساس كل شيء العلم، أكيد تمسكنا برب العالمين وبأهل البيت هم قدوة حسنة، مثل ما تفضلت بيس الزينب. رغم المحن، رغم المصائب العظيمة، ما تركوا الديانة، ما تركوا الصلاة، بس بنفس الوقت ما تركوا العلم. فكاختصار للحديث إنه بالعلم نقدر إحنا نواجه كل شيء، وترى هذه هجمة علينا كلش قوية. يردون يعني يكسرون رجلينا حتى ما نشتغل، يردون يأذونا حتى ما نتعلم. بس إحنا صدقوني يعني بالعراق عندنا تجربة، وإن شاء الله يا ربي الأيام صح ناس تموت وناس توقع، كل انفجار والله العظيم خيرة الشباب والنساء والأطفال. من سيارة من تنظر ما تعرف إنه هذول بس رجال أو بس نساء أو طائفة معينة أو أطفال. الانفجار من يصير ياخذ الكل. بس احنا اللي دا نشتغل عليه الحمد لله وشكر انه العلم، وش قد ما دا نقدر تمسكنا وايماننا دا يزيد، ودا تشوفون المسيرات المليونيه الاكثر من مليونيه اللي دا تصير كل سنه، ودا تبدا يروحون للأئمة عليهم السلام ودا يمشون، ورغم ذلك دا يشتغلون ورغم ذلك واصلين، ما دا يهمنا اي شيء. يعني احنا يصير انفجار ثاني يوم الكل تروح للمدرسه، واللي طالب يروح للجامعه، واللي موظف يروح للوظيفه مالته. وهذا يعني هذا اكثر ما نقدر، اقصى ما نقدر نسويه في هذا الزمن الصعب. انا اشكركم مره ثانيه، واشكر استماعكم لنا، واشكر الست ام نور الله يخليكم. شكرا جزيلا لكم. احسنتم. كل الشكر للاعلاميه افراح الموسوي، كل الشكر لها على تسليط الضوء على المراه العراقيه، واقع المرأة العراقية، المحنة اللي تعيشها في هذا الواقع، في هذا الزمن الحاضر. وكذلك الأخت زينب حينما تكلمت عن في ذيلة كلامها بمحنة المرأة البحرانية، هذا يعني أنه الإنسان مثلا تكون المحن، لكن يرجع ويكون الإنسان هو صانع نفسه، هو باني نفسه، هو مغير نفسه. إذا أراد أن يتغلب على المحن يتمكن، لكن اولا توفيق، يسال الله سبحانه وتعالى التوفيق، توفيق من الله سبحانه وتعالى، وايمان ووعي ادراك حس بالمسؤوليه، ثم ينتقل على الواقع اذا كان رديئا، ويستطيع ان يحول السلبيات الى ايجابيات. هذه الأمور كلها نتركها أيضاً حتى نفتح باب النقاش لكم، وإن شاء الله ترفدون، أهم شيء ترفدون بالوسائل والطرق التي تساعد المرأة في تخطي المحن.